بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم، وبنتمنى زي كل مرة إنك يا ريت تسمع الفيديو للآخر عشان تقدر تكون فكرة عن القصة اللي احنا هنحكي فيها ديت، وهي قصة مكافحة العنكبوت الأحمر بواسطة المية. المية ديت نازلة زي ما يكون مست من فوق أو ري بالرش أو مطر صناعي. المهم العملية بتتلخص في إن العنكبوت الأحمر مشاكله كتيرة جدا في دول الخليج. ليه؟ لأن الحرارة بتزيد، شدة سطوع الشمس بتبقى عالية جدا، ودرجة الحرارة بتبقى عالية، فكل الحاجات دي بتبقى في صالح العنكبوت الأحمر. بمعنى إن العنكبوت الأحمر ده هو كل ما زادت درجة الحرارة وكل ما زادت الإضاءة وكل ما كان النهار أطول، كل ما دورة الحياة بتاعته كانت أفضل. بدل ما يقضي دورة الحياة بتاعته عشان يكون لنا جيل كامل بالغ يكون 10 أيام، لا في الشتاء، لا في الصيف دلوقتي وفي الظروف اللي احنا فيها ديت، لا ممكن يختصر دورة الحياة في 5 6 7 أيام، والتعداد بيزيد، وللأسف الشديد بتقل السيطرة عليه تماما تماما، بتقل السيطرة عليه. وإذا يعني لو حاجة زي الخيار دي مثلا عايزين نستخدم لها مثلا الرش، يبقى أنت هترش كل يوم يعني مش هتجمع، لأن يعني أنا النهاردة لما بكافح بمبيدات غالية جدا، لازم أنوع المبيدات، أجيب دينسترابا، أجيب الفلورامايت، أجيب الفيرتيميك، لأن كل حاجة شغالة على حاجة معينة. تمام، واحد أقول الفيرتيميك شغال على الحشرة الكاملة، طول البيض واليرقات والليلة ديت لا موجودة زي ما هي. تمام، إذا فأنا بيتعدد معايا المبيدات، والمبيدات ديت غالية جدا جدا جدا. يعني النهارده عشان تشتري عبوة دنسرابة أو تشتري عبوة مثلا فلورامايد ده يعني سعره في السماء يعني. تمام، فالطريقة اللي احنا بنحكي فيها ده هي الطريقة كويسة جدا جدا جدا، بحيث ان احنا معروف ان العنكبوت لو في اصابة في مكان او عايز يتحرك من ورقة لورقة بيعمل خيوط وبيبدأ يطلع عليها. تمام، بيغزل الخيوط بتاعته بالليل بقى ايا كان، المهم ان هو بيطلع على الخيوط دي. طب فانا عايز اعاكس العنكبوت ده، هو بعمل ايه؟ بقوم على طول عامل القصة اللي احنا عاملينها ديت والمطرة اللي شغالة فوق ديت، وكل 3 4 أيام أو كل يومين أفتح المطرة دي. طب تكلفتها عالية؟ تكلفتها مش عالية خالص. تمام، تكلفتها يعني عبارة عن شبكة ري بالظبط. أنت بتحط تحت هوز أو بايب ماسورة 2 بوصة، هي برضو نفس القصة، بتدخل الخط بتاع المية في نص البيت وبترفع على القايم كده، بترفع عليه ماسوره 2 بوصه لحد السقف بتاع او سلك حامل المحصول كده، او فوق سلك حامل المحصول بشويه، وبتبدا تحط الهوز ال2 بوصه او البايب ال2 بوصه دوت، وبتاخد منه الخرطوم ال16 اللي عندنا. بس الخرطوم ال16 اللي عندنا دوت يكون ساده. طب بين كل خرطوم وخرطوم قد ايه؟ بين كل خرطوم وخرطوم يا ريت متر ونص او مترين، نبدا نحط خرطوم. تمام، الخرطوم الساده ده بنبدا نحط فيه رشاشات من اللي هي الصغيره، اي رشاشات، الرشاشات موجوده في كل دوله لها رشاشات معينه. المهم ايا كان تخطيط الشبكه اللي عندك، انا عايز ميه تنزل عندي من فوق وخلاص، انا عايز ميه تنزل من عندي من فوق وخلاص. طيب الميه دي لما تنزل، المية دي لما تنزل من فوق بطريقة أو بأخرى، هتبدأ تغسل لي الأتربة، هتبدأ تهد لي الخيوط العنكبوت اللي هيبقى نصيبها ديت عشان يبدأ يسيطر على القمة النامية بتاعة الطماطم. أنا عمري ما شفت، يعني بسيط جدا، عمري يعني حاجات بسيطة شفتها عنكبوت أحمر على الطماطم في مصر، بس في الخليج لا، ده هو توأم أساسا الطماطم. تمام، إذا في الموضوع يعني خارج نطاق السيطرة، والله جد يعني أمانة يعني خارج نطاق السيطرة بأمانة الله. تمام، فلما بتنزل المية بتبقى بتشلي الخيطان بتاعة العنكبوت دي، زي ما ربنا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تمام، طيب ممكن نجيب مع المية ده هي كمان زيادة تأكيد. أولا هي بتغسل، شايف الورقة بتتغسل إزاي عندك؟ بتتغسل يعني. تمام، ورقة التين أو الرمان بيغسل كل، بيبقى فيها تغطية كاملة، بيغسل المية، بتغسل النبات. ممكن أغسل كل يوم. تمام، ولكن
خد بالك من حاجة واحدة بس، يا ريت الغسيل يبقى الصبح. ليه؟ علشان على ما ندخل آخر النهار يكون البيت عندي ابتدى ينشف. وطبعا القصة دي بنستخدمها في الصيف، لأن العنكبوت الأحمر بيبقى في الشتاء طبعا للأسف الشديد، مش للأسف الشديد يعني، بيبقى في الشتاء، ما بيبقاش للأسف يعني، بيبقى ما بيبقاش يعني الإصابة بتاعته بتبقاش اقتصادية أوي، مشكلته في الصيف. تمام؟ فبننزل بنغسل العنكبوت، وكمان في بعض الحاجات اللي بتتضرر مع العنكبوت زي الذبابة البيضاء برضو، وبيتضرر معاها التوتا ابسولوتا لو عندك طماطم، لان التوتا ابسولوتا باختصار شديد، تعال نتكلم عن التوتا ابسولوتا. التوتا ابسولوتا بتصيب البطاطس، بتصيب البطاطس تمام، بس يعني لما انا كنت بزرع في بيفوتات في مصر فالاقي حرف البيفوت بس اللي هي الميه بتاعته قليله في اصابه التوتا ابسولوتا. طب لو جوه بقى في الرطوبه العاليه لا ما تدخلش جوه طالما فيها ري والارض غرقانه ميه. تمام؟ فهيأثر تأثيره هيبقى على التوتا ابسولوتا مش قوي. تمام؟ طيب ممكن استخدمه رش يا جماعه؟ الرش دي بصراحه ربنا فاشل في الرش، انا بس كل اللي بعمله انا بغسل النبات، اما حته رش لا، التركيز بتاعه هيبقى خفيف مهما عملت. تمام؟ في ناس بتقول هينفع رش، اطلاقا مش هينفع رش، لان حتى لو هينفع رش يبقى استهلاك المبيدات عندي اكتر، هيغسل لي القمه الناميه وتحت النبات مفيش غسيل. تمام؟ فالتوتا ابسولوت هتشتغل لك والدنيا كلها هتشتغل لك من تحت. تمام؟ حذاري بس من حاجة، ان حذاري من حاجة ان الرطوبة عندك تعلى. تمام؟ يعني انت النهاردة مثلا ابتديت تروي من فوق اهوت النهاردة، تمام، يا ريت ما ترويش تنقيط النهاردة. تمام؟ حاول تظبط قصة الفرق، يعني تظبط قصة الرطوبة الأرضية، اذا كنت انت بتعوضها من فوق ولا بتعوضها من تحت، دي تبقى واخد بالك منها كويس، وكويس جدا كمان. تمام؟ ممكن نستخدم معاه مبيدات رخيصة تساعدنا شوية زي اكسبلور النحاس مثلا، مبيدات رخيصة، حاجة زي الكبريت المكروني برضو نستخدمه، ممكن كل أسبوع نديله رشة من فوق، هيساعد معايا ويساعد معايا كويس جدا. تمام؟ القصة ده يا ريت برضو لو بتستخدمها وانت عندك بيوت فيها مراوح، يا ريت بس عشان ما يتضررش، يا ريت ساعة ما تفتح الكهرباء تفتح المية اللي هي تنزل من فوق دي، او المطر الصناعي او الميست او الري بالرش، بيسموه السبلينكر اريجيشن، الري بالرش. تمام؟ يبقى تفصل المراوح لو عندك مراوح علشان ما تسحب لكش مية ناحية المراوح، وبالتالي تعمل لك مشكلة بالنسبة قول معايا بالنسبة للكهرباء يعني. تمام؟ تفصل المراوح لحد ما تنزل شوية المية في 5 دقايق بالظبط، وتقوم مشغل المراوح بتاعتك تاني خالص، كده أمورك هتبقى كويسة. صدقني المية على التين عاملة معانا شغل كويس جدا، على العنب برضو موجود عندنا عاملة حاجة كويسة جدا، لأن بصراحة ربنا مكافحة العنكبوت بالمبيدات دي تعبتنا وكلفتنا جامد، فده الحل الوحيد. كان في أخ من الإمارات اللي بيسمعني دلوقتي صور لي صور في الطماطم، يعني قضي على البيت، أعمل إيه؟ قلت له اغسل بمية كل يوم ورش مبيد أكروسي، لأن كان البيت ضايع. الحمد لله أموره اتحسنت وبقت كويسة جدا بفضل الله. شكرا لحضراتكم، لو عجبتك الفكرة اعملها، ما عجبتكش كأنك ما سمعتش حاجة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.